أهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي مدرسة سان جوزيف الدولية للغات. هناخد النهاردة الدرس الثاني وهو الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية. يبقى احنا مكملين مع بعض لسه البيئة الصحراوية، بس هناخد ايه السكان وطبيعتهم وبيتركزوا فين، ده اللي هنبدأ بيه النهاردة. هنعرف ان سكان البيئة الصحراوية هم عددهم مش كبير، عددهم قليل. طيب بيعيشوا فين سكان البيئة الصحراوية في مصر؟ بيعيشوا في 5 محافظات تعرف باسم محافظات الحدود. يبقى عندنا يتركز سكان البيئة الصحراوية في 5 محافظات تعرف باسم محافظات الحدود، وهم مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء. يبقى عندنا 5 محافظات حدودية في مصر. عندنا 5 محافظات حدودية في مصر. طيب يبقى احنا عرفنا ايه هم ال5 محافظات الحدودية اللي بيتركز فيهم السكان في البيئة الصحراوية، وده عنوان الدرس بتاعنا النهاردة اللي هو خصائص السكان للبيئة الصحراوية. طيب هناخد سكان البيئة الصحراوية بيشتغلوا في ايه؟ طب بيتركزوا فين؟ فين بالظبط في الأماكن الصحراوية؟ أول حاجة بتركز سكان البيئة الصحراوية في أماكن المعتمدة على الزراعة أو وجود المياه الجوفية زي الواحات. يبقى أول مكان بيتركز فيه سكان البيئة الصحراوية هو الواحات للعمل بالزراعة، معتمدين على المياه الإيه؟ معتمدين على المياه الجوفية. تاني منطقة هي مناطق التعدين واستخراج البترول. مناطق التعدين هي المناطق اللي بيتم فيها الحصول على المعادن وأماكن استخراج البترول. تالت منطقة هي مناطق الرعي، يعني اللي بيقوموا على رعي الحيوانات البرية أو رعي الأغنام، حيث العشب والماء. يعني لازم مكان الرعي بيتوفر فيه حاجتين، يتوفر فيه العشب ويتوفر فيه الماء. يبقى عندنا فين سكان البيئة الصحراوية؟ في 5 محافظات. ايه هي؟ شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح. طيب فين بالظبط بيتركزوا فين بقى في ال5 محافظات حدودية دول؟ في الواحات للاعتماد على المياه الجوفية في الزراعة، حول مناطق التعدين واستخراج البترول، مناطق الرعي حيث العشب والماء. يبقى احنا كده عرفنا فين بيتركزوا، في اي محافظات، وبيتركزوا فين بالظبط. طيب ايه هي خصائص سكان البيئة الصحراوية؟ يعني السكان بيتميزوا بإيه في البيئة الصحراوية؟ عندنا خصائص اجتماعية وخصائص تعليمية وخصائص اقتصادية. طيب الخصائص الاجتماعية يعني اللي بيميز الأسرة، بيميز المجتمع، وعارفين إن الأسرة هي نواة المجتمع والمجتمع مكون من عدة أسر. الخصائص الاجتماعية في البيئة الصحراوية هو الزواج المبكر، يعني الناس بتتجوز بدري، الناس بيتزوجوا هم صغيرين، حجم الأسرة كبير، يعني الأسرة يبقى فيها من 10 ل 12 ل 15 فرد. ثالث حاجة الترابط الأسري بين أفراد الأسرة والتزاوج بين الأقارب، يعني نلاقي القرايب بيتجوزوا من بعض وإن الأسرة كلها وحدة واحدة وفي ترابط أسري. رابع حاجة الحفاظ على التقاليد والتراث القديم من عادات الزواج، يعني لسه الناس بتحافظ على تقاليدهم في الجواز والزواج وطريقة الزواج والعادات والتقاليد الخاصة بالزواج. عندنا خامس حاجة احترام المجالس العرفية التي يرأسها شيخ القبيلة، ده مهم جدا. يعني عندنا القبيلة ليها شيخ هو اللي مسؤول عنها، لو حد زعلان من حد أو في مشكلة أو في أي خلاف بيروحوا طرفين الخلاف عند شيخ القبيلة، وهو بيرأس القبيلة
وبيشوف ايه المشكلة ما بينهم وبيحلها، ولازم إجباري الطرفين بيحترموا قرار شيخ القبيلة، وده اللي اسمها مجالس عرفية. عندنا كمان من مميزاتهم الاجتماعية إكرام الضيف، يعني أي حد ضيف بيجي لهم بيكرموه وبيقدموا له كل الحاجات اللي موجودة. عمل الأطفال في الرعي والزراعة، الأطفال بيشتغلوا يا إما في الزراعة في الواحات أو في رعي الحيوانات في الأماكن التي بها إيه عشب وماء. العلاج بوسائل بدائية مما يؤدي لزيادة الوفيات خاصة بين الأطفال. أماكن صحراوية بعيدة ساعات الناس بتكسل تروح للدكتور، فبتعالجوا بالوسائل القديمة التقليدية، ودي طبعا حاجات فيها مخاطرة كبيرة جدا وبتؤدي إلى وفاة بعض الأطفال. بيكونوا علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى، ما هم دلوقتي مش عايشين لوحدهم، فبيضطروا يسافروا البيئات الأخرى يجيبوا كل الحاجات اللي محتاجينها، فبيبقى في علاقات طيبة ما بين سكان الصحراء وسكان البيئات الأخرى. طبعا العادات دي في منها عادات إيجابية وعادات سلبية، طب احنا ممكن نقول الإيجابي منها زي تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى، إكرام الضيف، ترابط الأسر بين أفراد الأسرة والتزاوج بين الأقارب، الحفاظ على التقاليد والتراث القديم في عادات الزواج، احترام شيخ القبيلة والمجالس العرفية. طيب ممكن نقول من العادات السلبية العلاج بوسائل بدائية يؤدي لزيادة الوفيات خاصة بين الأطفال، الزواج المبكر، عمل الأطفال في سن صغير، دي نقدر نقول عليها عادات سلبية وعادات إيجابية. طيب هل العادات السلبية والعادات الإيجابية اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي الدولة بتحاول تعمل توعية ليهم؟ طبعا يبقى عندنا جهود الدولة لتعديل بعض العادات اللي هي السلبية زي التوعية بعدم عمالة الأطفال والزواج المبكر، وكمان الدولة بتقيم مستشفيات وتوفر الرعاية الصحية ليهم. طيب هناخد الخصائص التعليمية، يعني ايه اللي بيميز الأماكن التعليمية او ايه اللي بيميز التعليم في البيئة الصحراوية او بماذا يتميز في البيئة الصحراوية؟ أول حاجة ترتفع نسبة الأمية في البيئة الصحراوية، يعني إيه أمية؟ هي عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة، يبقى نسبة الأمية ترتفع جدا في البيئة الصحراوية، بس مع الوقت العدد ده بيقل بشكل تدريجي. ليه؟ بما تفسر يقل أو تقل نسبة الأمية بشكل تدريجي في البيئة الصحراوية بسبب جهود الدولة، بسبب جهود الدولة في مواجهة مشكلات التعليم بالبيئة الصحراوية. طب الدولة هتعمل ايه؟ بناء مدارس، إقامة فصول لمحو الأمية. يبقى عندنا الدولة عملت ايه؟ أقامت العديد من المدارس، أقامت بعض الكليات والمعاهد، هيؤدي إلى زيادة نسبة التعليم. هيبقى فيه موجود كثير من المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة من البيئة الصحراوية، يعني فيه مهندسين وأطباء هيتخرجوا من الجامعات اللي موجودة اللي الدولة بتنشئها ويبقوا من سكان البيئة الصحراوية وبيشتغلوا في خدمة مجتمع الصحراء أو في خدمة المجتمع عموما. يبقى احنا عرفنا الخصائص التعليمية، أمية، ارتفاع نسبة أمية، يعني أمية عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة، ده بالنسبة دي بدأت تقل، ايوه ليه؟ بسبب جهود الدولة. طب الدولة عملت ايه؟ أقامت مدارس وكليات ومعاهد، هيؤدي إلى ايه؟ إقبال سكان البيئة الصحراوية على التعليم، وبالتالي هيزيد نسبة التعليم، وهيتخرج منهم مهندسين وأطباء وأساتذة جامعة، وهيعملوا في خدمة مصر والمجتمع. تاني حاجة الخصائص الاقتصادية، يعني ايه الخصائص الاقتصادية؟ الخصائص التي تهتم به الاقتصاد بالوظائف بالمهن بالأشغال. طيب عندنا سكان البيئة الصحراوية بيعمل معظمهم بحرفتي الرعي والزراعة، بيعملوا في الرعي والزراعة،
يا إما الزراعة في الواحات معتمدين على المياه الجوفية، أو الرعي في المناطق الشمالية للبيئة الصحراوية معتمدين فيها على أيوة بالظبط الأمطار الشتوية والنباتات الطبيعية. انخفاض مستوى المعيشة في البيئة الصحراوية، يعني إيه؟ يعني الدخل الخاص للأفراد في البيئة الصحراوية هو دخل منخفض، يبقى انخفاض مستوى معيشة السكان. كل ده ليه؟ يعني بيشتغلوا بس في حرفتين رعي وزراعة، انخفاض مستوى المعيشة بسبب قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية، يعني الموارد اللي موجودة الموارد الطبيعية قليلة، فده هيؤدي إلى ظهور مشاكل اقتصادية. زي إيه المشاكل الاقتصادية؟ نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الأخرى لسد احتياجاتهم عن طريق إيه؟ التجارة، يعني أنا هديك منتجات صحراوية وأنت تديني منتجات أخرى. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي جهود الدولة. لتعمير الصحراء. جهود الدولة لتعمير الصحراء واستصلاح الأراضي الزراعية. أول حاجة هنعمر الصحراء، استصلاح أراضي زراعية عن طريق مشاريع التنمية الزراعية اللي احنا أخذناها السنة اللي فاتت، زي شرق العوينات، توشكا، ترعة السلام بالظبط. يبقى جهود الدولة لحل مشكلات الاقتصادية للبيئة الزراعية زي نقص الغذاء، الاعتماد على بيئات أخرى لسد حاجاتهم عن طريق التجارة، أو الهجرة لبيئات أخرى، الناس هتسيب الصحراء وتمشي أصلا تروح مكان تاني. الدولة عملت إيه لحل المشاكل دي؟ تعمير الصحراء، استصلاح الأراضي، وزيادة التبادل التجاري مع البيئات الأخرى. طب إيه اللي هيحصل تاني؟ الاهتمام بالمشروعات السياحية زي إيه؟ شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر. يبقى الاهتمام بالمشروعات السياحية وتشجيع المستثمرين على إنشاء منتجعات وفنادق. تالت حاجة تشجيع سياحة السفاري. تشجيع سياحة إيه؟ السفاري. يبقى احنا دلوقتي عندنا تلت نقط الدولة عملتهم عشان تحل المشكلة الاقتصادية: تعمير الصحراء، الاهتمام بالمشروعات السياحية، تشجيع سياحة السفاري. احنا لما هنيجي هنتكلم على سكان البيئة الصحراوية هنتكلم هم موجودين فين؟ في خمس محافظات حدودية: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح. هنتكلم بيتركزوا فين بالظبط بالخمس محافظات دول؟ في الواحات، بيشتغلوا بمهنة الزراعة أو يعملوا بالزراعة. اشمعنى الزراعة في الواحات؟ لوجود المياه الجوفية، والمياه الجوفية العذبة بتبقى على شكل آبار وعيون. طيب إما هيشتغلوا في مناطق التعدين واستخراج البترول. مناطق التعدين واستخراج البترول في الأماكن الصحراوية، وخاصة فين؟ على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، بالقرب منهم يعني. ثالث حاجة مناطق الرعي حيث العشب والماء. وعايزين نعرف ان عندنا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يعني الجهاز الخاص بالتعداد السكاني، بيقوم بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجميع المحافظات كل 10 سنين، ويعد تعداد 2016 آخر تعداد، ودي البيانات اللي احنا أخدينها من آخر تعداد لكل بيئة من البيئات المصرية اللي هو تعداد 2016. طب السكان في البيئة الصحراوية ليهم خصائص وليهم مميزات. أيوة، ليهم خصائص اجتماعية، خصائص تعليمية، خصائص اقتصادية. طيب سكان البيئة الصحراوية ليهم مميزات اجتماعية اللي هي الزواج المبكر، حجم الأسرة الكبير، ترابط أسري، حفاظ على التقاليد والتراث، احترام المجالس العرفية وشيخ القبيلة، إكرام الضيف، عمل الأطفال في الرعي والزراعة، العلاج بوسائل بدائية مما يؤدي إلى وفيات خاصة بين الأطفال.
تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى. طيب عندنا من الخصائص الاجتماعية دي عندنا خصائص إيجابية وخصائص سلبية. طيب السلبية زي الزواج المبكر وعمل الأطفال. طيب الدولة هتعمل إيه جهود الدولة لتعديل تلك العادات، يعني هنعدل من عاداتهم السلبية زي التوعية بعدم عمالة الأطفال وعدم الزواج المبكر. وإيه تاني؟ إقامة مستشفيات وتوفير الرعاية الصحية. فهيجي لنا هنا سؤال، ما هي جهود الدولة لتعديل بعض العادات السلبية للبيئة الصحراوية؟ هنقول النقطتين دول. عندنا تاني حاجة الخصائص التعليمية، معروف أو زي ما كان معروف زمان إن ترتفع نسبة الأمية في المحافظات الصحراوية. ويعني إيه أمية؟ هي عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة، لأن النسبة دي بدأت تقل بشكل تدريجي، يعني مع الوقت النسبة بتقل. بسبب إيه؟ بسبب جهود الدولة في مواجهة مشكلة التعليم في البيئة الصحراوية. طيب إيه هي جهود الدولة دي؟ أقامت العديد من المدارس وبعض الكليات والمعاهد في الصحراء. كل ده هيبقى فيه إقبال على التعليم، وزيادة نسبة المتعلمين أو الملتحقين بالتعليم. وجود كثير من المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات يعني من البيئات المصرية هيعملوا في خدمة المجتمع. طب من الخصائص الاقتصادية، معظم سكان الصحراء أو البيئة الصحراوية بيشتغلوا بحرفتين الرعي والزراعة. انخفاض مستوى معيشة السكان، كل ده هيؤدي إلى قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية. كل ده بسبب قلة الموارد، يعني مفيش حاجة الناس تقدر تشتغل فيه. طب كل قلة الموارد دي كلها أدت إلى نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الأخرى لسد حاجته عن طريق التجارة فيما بينها. وعندنا ثالث حاجة الهجرة بين البيئات الأخرى. طب ما هي جهود الدولة لحل المشكلات الاقتصادية؟ تعمير الصحراء، استصلاح الأراضي، الاهتمام بالمشروعات السياحية عن طريق تشجيع المستثمرين وتشجيع سياحة السفاري. احنا كده خلصنا الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية. لسكان البيئة الصحراوية نذاكر كويس ونراجع على الدرس اللي فات.